أول كلمة، أول كلمة للأسطورة، أول كلمة هبش. هبش. يلا يلا هبش 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 هبش. وين وين اللافا وين؟ يلا. السلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب الحلوين، ان شاء الله ما قطعنا اليوم، راح نسوي تحدي اللهجات بس ويا منو؟ دكتور ميشو. الو 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 الو. المهم يا شباب الحلوين، زي ما قلت لكم ان شاء الله راح نسوي تحدي اللهجات، وان شاء الله راح اجلدك جلد. يلا مستعد للجلد اليوم؟ لاجلد. بلاش بلاش، ما افضحك بقى. بلاش بلاش يلا انا مستعد. اليوم راح نسوي تحدي اللهجه التونسيه ضد اللهجه المصريه. اوكي يب يب. المهم يا شباب الحلوين، راح تلقون الجزء الاول جواب الوصف في قناة أستاذنا دكتورنا الكريم دكتورنا الحلو. ويلا يا شبابنا الحلوين، هذا هو المقر مالتنا. اوكي ايش رايك في المقر؟ والله شكرا، والله مكان تحفة يعني ومحترم جدا. اللي عمله رجل بيفهم، والله عمله رجل رجل ذكي يعني. اهني الصراحه على التصميم الصراحه، مو مقصر. المهم حبيبي يلا بينا. اوكي يلا، هسه بما انك انت الضيف خلاص انت ابدي. اوكي يلا. اوكي تعال خد بقى اول كلمه، هتبلع. يلا بلع يعني. يلا مستعد؟ يلا مستعد. روح. والله لا هتندم على مستعد دي، هتشوف بس استنى. يلا خلاص. اول كلمه، اول كلمه للاسطوره، اول كلمه هبش. هبش. يلا يلا هبش 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 هبش. وين وين اللافا وين؟ يلا اول عقاب على طول، مع السلامه. شنو هاي الهبش؟ هبش 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 هبش، زي ما انا ههبشك كده، ههبشك يعني تضربني. اوه يا ابن اللذينة، من بدري قوي. تعالى 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 هنا. خلاص عاقبت نفسي يعني اول مره. خلاص يلا. لا ماشي، ما اقف هنا. انا ما قلتلكش صح ولا غلط. انا ما قلتش صح ولا غلط، مش يمكن صح. يلا هبش. بس هي غلط. هبش غلط. اوكي مو مشكله. فكر فكر. ساعدني ساعد. طبعا انت حبيب. يا سلام، ما ساعد مين يعني لو مش هساعدك؟ بص بقى، هبش هبش يعني ايه؟ يعني يعني واحد هبش واحد. تخاصم يعني ضرب واحد. لا 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 لا، متصالحين وزي الفل وزي العسل وبالحضن، بس متهبشين. مساعده. اوكي بص، ممكن اقول ايه؟ الواد ده هبش الالم مني. شال يعني شال شال الالم مني. يعني ليها معنى كده محدد يعني. اسهلها لك خالص. يلا يا عم يلا يلا، مش هنحوش النهارده، النهارده هنسهل وهندي جوائز وبوينتات ببلاش. يلا ولا يهمك. بص هبش يعني راح مثلا ايه، خدها من وراه. غدر 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 فين يعني زي كده؟ نوب. تعالى تعالى هنا. تعالى تعالى تعالى. على فكره انت خلاص كده الثلاث محاولات خلصوا، الثلاث محاولات. هبش يعني سرق. سرق يعني إيه؟ سرق. يب انا قلت لك اخذ يعني. هاي ايوه، ما انا قلت لك ليها معنى محدد. مش اخذ، ما اخذ دي عادي. لا لا عادي. لا سرق غير اخذ، والله سرق حاجه ثانيه. سرق حاجة. خلاص راح هسه راح نقول المتابعين ايش راح يحتسبوا لي. صحيح لو غلطه. اوكي لا 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 لا، اللهجه المصريه ليها وضعها وليها تصرفاتها وليها حكمها وليها كلماتها وليها لهجتها وليها حركاتها وليها كلماتها، ليها كل حاجه، ليها كل حاجه. إذا تريدون تحتسبوها لإلي صحيح اكتبوا الرقم واحد، إذا تحتسبون إلي يعني خاطئة رقم اثنين. أوكي شباب كلكم اكتبوا الرقم واحد شباب، خلي يفوز على المرة. كله مصريين كلهم، جيش المصريين كله يرزع رقم اثنين. لا لا خلاص. يلا الكلمة التونسية الأولى هي أيوه بكوش. وات بكوش. يلا تفضل. يلا يلا تفضل. بكوس ولا بكوش؟ بكوش بالشاع. بكوش. بكوش بكوش بكوش. يا بكوش. طب اديني مساعده. هي اشي يعني يجي الانسان، هو مو مرض يعني، يقدر يكون يجي من عند الله لو يجيك يعني في حادث او كذا. اوكي خلاص ما راح اساعدك اكثر من كذا. يلا انطيني اول محاوله مالتك. يعني حاجه 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 كذا ممكن تحصل كذا، قضاء وقدر. ياب صح عليك. اوكي حادثه. لا مو حادثه. ليه مش حادثه؟ ليه 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 ما نمشيها حادثه؟ ايه المشكله؟ لا لا ما يصير ما يصير. يلا تعال بدي احطها في جمله، احطها في جمله. هذا الولد من الولد بكوش. طب ايه علاقتها بقى يعني حاجه ربنا جابها وهو اتولد؟ يعني مش فاهم. ايش تقدر تقدر يعني من ان ولدت لو تجيك حادث. اوكي يعني عنده مرض. ياب تقريبا زي المرض. طب مرض خطير ولا عادي ما فيهوش مشكله، ومرض منتشر وما فيهوش يعني عادي يعني؟
عادي عادي، بس اذا راح اتعمق لك راح تعرفه على طول. يلا اعطيني محاوله ثانيه مالتك. يلا بص، هو مرض بيخلي الجلد ابيض كده، ابيض قوي. يلا تفضل. يلا تفضل تفضل تفضل. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يلا يلا اخر محاوله. اوكي تريد اساعدك لو تريد تحسرها انت؟ ساعدني. اساعدك. اوكي يب، عشان انت اسطوره، ساعدني ان شاء الله. اساعدك دوما، اساعدك. ايوه ايوه ايوه. اوكي يعني مرض خطير؟ هو مو مرض خطير، يعني ما يسبب الموت. اوكي بس يعني لا، ما هو مش شرط ما يسببش الموت، بس ياثر عليه يعني. يب ياثر عليه. صح عليك، خلاص هاي ياثر على الحركه. خلاص هذه اخر محاوله اقول لك اياها، يعني اسوي لك هنت. ايوه. لا لا ما ياثر. اوكي ماشي، يأثر على ايه؟ ما انت لازم تقول لي يأثر على ايه. يعني بيأثر على حاسة من الحواس يعني. ياب صح عليك، خلاص. نينيو نينيو نينيو. بكوش معناها لا يرى. يلا تعال تعال هنا، انا راح اقول لك الاجابة صحيحة ولا غلط. يلا تعال. لا يسمع. انا بقولت لا يا لا يسمع. تعال. انا كلامي كان واضح وانا بتكلم. طيب طيب، كل حالة انا قلت لا يسمع. في كل حالتين تعال هنا. لا احسن احسن احسن. انا خلاص قلت الاجابه بتاعتي، انت مت ماليش دعوه. تعال خلاص تعال يا اخي، راح اقول لك الاجابه صحيحه وغلطه. تعال انت هنا راح تعرف الاجابه. ها 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 يا ساس. انت ايش قلت لي اخر قرار؟ انا قلت لا يرى. لا ماليش دعوه. خلاص موت. بكوش يعني ما يقدر يحكي. اوكي ما يقدر، خلاص مع السلامة. يلا مستعد. الكلمة بتاعتي. يلا. الكلمة مستعد. يلا مستعد. يلا روح. الكلمة هي اها مبلم. مبلم يب. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. اشوفك على خير. اشوفك على خير. المهم مبلم يب. انطي اول محاولة يعني. ايوه تعال هنا أنا. تعال اي تعال مبلل. خلاص يلا هنهزر 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 هنهزر. يلا نبللك انت. يلا هسه اريدك تنطيني مساعده. اوكي 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 تعال اقف هنا. مساعده مساعده. اوكي بص مبلم يلا هي صفه الانسان. بص يعني قلت لك من الاخر اهو كده تقريبا. قلت لك ثواني ثواني، يعني صفه الانسان حلوه لو مو حلوه؟ ها والله يعني على حسب ذوقك، في واحد يعتبرها حلوه، في واحد ما يعتبرهاش حلوه، كل واحد وذوقه. اصل هي اذواق، هي اذواق، هي اذواق. يلا مساعده، وهي اخر مره يعني اخر محاوله، هاي اخر مساعده. اوكي بص، الشخص دوت مش مركز. اها مش مركز، فهو مبلم مش مركز. أوكي. يعني مجنون. الم اقول لك كومن. غلط غلط غلط. مبلم يعني متنح. شنو هاي؟ اول مره سمعها في حياتي. شنو هاي متنح يعني مبلم؟ شباب تعرفون هاي الكلمه؟ شباب متنح يعني مبلم، ومبلم يعني متنح. انت عليا تشرح لك، لان انا مش عارف اشرح اكتر من كده. يعني بص، واحد واقف كده باصص كده في الحيطه، واقف عامل كده زي كده، بص عليا كده واقف يعني منبهر. لا مش منبهر. يب يعني مش فاهم حاجة في حياتك، واقف عامل كده زي كذا يعني. اوكي خلاص. الكلمة الثانية التونسية هي يعني تقريبا اكثر من 1000000% يستعملونها التونسيين، اللي هي ايوه فريجيدير. فريجيدير فريجيدير زي كذا تنكتب فري ولا تريسيجيه؟ فريجيدير زي كذا. لا تبحث عليها في الجوجل يا ورع. اوه ابحث ايه يا حبيبي، احنا مش بتوع بحث. مش بتوع بحث يا بابا، مش بتوع بحث يا حبيبي. يلا طيب قول لي مساعدة. لا 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 انطي اول محاولة من عندك. اول محاولة زي ما سويت. اول محاولة في حاجة شكك فيها. تعال تعال هنا، تعال هنا، تعال وقف لي. في حاجة انا شكك فيها. تعال وقف لي هنا. اوكي يلا قول. هذه الكلمة تعني ثلاجة. ثلاجة ثلاجة. شباب والله ما ابغى انه يعرفها. لا ليش دخل لاي بيكسل؟ والله اسطوره اسطوره. كده كام كام كده؟ 2-1 ليه صح. الكلمه الاخيره هي كلمه لهوجه. لهوجه يب. هاي سامحها هاي الكلمه. لهوجه لهوجه. كلمه مش صعبه على فكره، سهله سهله، وممكن تلاقي كتير عارفينها مش مصريين. يب يب اني سامحها هاي الكلمه لهوجه.
يا مساعدة مساعدة بليز ثانية. طب بص 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 يا اخي انت بس يعني حد انت بس لو تنطيني مساعدة صغيرة على طول اعرفها لانسب. الله يديك مساعدة زي اللوز كده عشان خاطرك عشان خاطر عيون التونسيين حبايبي. خلاص بص يا سيدي يلا. لهوجة يعني واحد بيعمل حاجة وما عندوش وقت كبير فيعملها ايه بقى؟ هو ما عندوش خلص وقت خلص خلص. ايوه 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 ها أيوة. شخص سريع يعني على السريع هيك يبي يسوي يعني ياس 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 ياب ياب يعني بيعملها بسرعة يعني ما عندوش كده مثل صحيح صحيح ياب قلت لك سامح هاي الكلمة يا بي. لا 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 ماشي ماشي يلا قول لي بقى انت كلمة. يلا الكلمة الثالثة والأخيرة المقطعنا اليوم هي كلمة هي يزي. ايوه يزي نعم يزي وات يزي مين يزي لا اكتبالي في الشات. لا 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 ما لا لا اكتبالي زي اللي فاتت دي حلوه اكتبالي اكتبالي بليز. لا لا طيب راح اكتب لك اياها لان كلمه تونسيه يعني مو مشتقه من الفرنسي خلاص زي كذا خلاص اوكي يلا راح يزي يزي اعتقد اعتقد محتاج انت مش هجيبها غير لازم انت الاول اول محاوله كالعاده قول شلون ما هي حتى انت ما تعرفها قول اي شيء يخطر في بالك اوكي لا انا عايز هنت انا لا لا ما انطيك بس في المحاوله الثانيه انطيك هنت يلا روح طب هي صفه لا هو امر امر يزي امر اوكي امر حاجه كويسه ولا لا لا ما ما راح اقول لك ما راح اقول لك خلاص انا اصلا قلت طيب معناها يزي اوف أمه لا 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 انت مشغل لك جوجل انت لا 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 والله صح لا والله 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 العظيم ما فتحت والله العظيم ما غشيت شباب شنو هاي جت بالصدفه والله انا قلت انا قلت انا قلت اقف او اقعد او نام حسيت في الثلاث حاجات دول فقلت ابتدي لا هي يزي يعني خلاص اوقف اوقف يعني لا تسوي هذا الشيء والله مش فاهم انا اسطوره لهجات تونسيه انا اسطوره بص ها 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 لقد قررنا من هذا المنبر ونحن هنا القاضي دكتور ميشو قررنا الحكم على امير سلو انه هيزي جوه السجن تعال ورايا تعال ورايا تعال بس عشان لسه في حكم كمان ماليش دعوه يلا بينا يلا يلا ادخل هنا ادخل وللاسف يا شباب دي نهاية الفقرة بتاعتنا الجميلة أمير سلوب شوفك بقى على خير بشوفك الحلقة الجاية ماشي يلا مع السلامة ايه افتح لي الباب ثاني ثاني انا جاي لك انا جاي لك انا جاي لك انا جاي لك ثاني اوكي شوف الحين انا اعتقد هنا وصلنا نهاية المقطع اتمنى عجبكم هذا المقطع اذا عجبكم هذا المقطع لا تنسوا تدعمونا بلايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين ها دكتورنا العزيز ايش قد من لايك تريد نوصل هذا الفيديو ها 3 مليون شباب 4 مليون شباب ليش 3 بس اللي هيعمل زيادة عن الثلاثة مليون الله مش هرحمنا مش هرحمنا 10,000 لايك شباب إذا وصلنا هذا المقطع 10,000 لايك نسوينا أجزاء ثانية ويا دكتورنا العزيز دكتورنا الحلو دكتورنا الجميل دكتورنا الأسطوري المهم لأنا وصلنا المقطع لايك اشترك بالقناة مشتركين وبس مع السلامة مع السلامة باي باي